مساء الخير. مين شايفني ومين سامعني؟ كونكشن كويسة. كونكشن كويسة ولا يا رحمة؟ وحشتيني قوي يا رحمة. بصراحة حاولت ادفي نفسي اكتر حاجة ممكنة عشان اعرف اطلع لكم ونتكلم، لان انا غالبا وانا قاعدة في البيت لازم بلبس حاجة تقيلة جدا، فحسيت يعني انه ما ينفعش البسها، فقلت البس جاكيت. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. واخبار البرد معاكم ايه؟ الصقيع اللي احنا قاعدين فيه ده تتدفوا ازاي؟ بجد انا كنت عماله افكر النهارده، بكره المفروض في ناس كتير قوي قوي راجعه المدارس. انا فعلا يعني زعلانه عليهم، يعني انا مش عارفه لحد النهارده احنا ليه كنا بنروح المدرسه من الساعه 8 الصبح، يعني ليه مش 12 الظهر مثلا والشمس طالعة والجو حلو؟ ليه لازم نصحى في التلج من 6 الصبح ونجهز ونجهز حاجتنا وشنطتنا؟ ويا سلام بقى لو مش عاملين مثلا الواجب أو حاجة ونصحى من بدري عشان نلحق الصبح. بجد يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. طبعا الايام اللي فاتت كانت صعبة قوي بجد على كل الناس، وكلنا تأثرنا جدا باللي حصل والزلازل والحاجات دي. انا عن نفسي كنت عايشة حالة كده قلق وتوتر فظاع فظاع لفترة، وكنت حتى بحلم بحاجات صعبة، ويا رب يرحم كل التوفى والضحايا ويصبر كل اهليهم والناس اللي طلعت وشافت الرعب وعاشت الرعب ده. يا ربنا يكون معاهم يا رب. مساء الفل يا هاني، ازيك يا هاني؟ اوه خلاص يا عبد الحميد، حاول تنسى، حاول تنسى ان انا ما كنتش بعرف اطبخ خلاص والله. طب انا والله العظيم بقيت شطورة وبقيت بعرف اطبخ فراخ وبقيت بعرف اعمل اطبخ لحمة. هي هو اللي كان فايتني ال اسمها التكنيك الاولاني، اللي هو لما الفرخه تبقى قدامي حالا هعمل فيها ايه. انا ما كنتش فاهمه، يعني انا كنت فاهمه ان لازم تتنضف ولازم الاول تتحط في ميه ولازم، فاهمين قصدي؟ انا منهيالي ان بتيجي من التلاجة على النار، ما كنتش فاهمه اي حاجه من الحاجات التانية. المهم الكونكشن كويس. يا ريم ميرسي يا ريم. ميرسي يا زينب، فان فور ايفر. يا احمد يا عيسى بطل بقى، بطل بقى ما يقول لي غني عصام صوصه. يا ابني انا ما اعرفوش اصلا.
والله نهال، بصي يعني انا مش انا يعني حاسه بيكي جدا، لان انا بجد اللي بتحكي فيه ده حسيت بيه قوي. وعلى فكره ناس كتير جدا جدا حاسه نفس اللي احنا حاسينه، ومتوترين وخايفين وفي فتره يعني قعدوا مش عارفين يناموا كويس وخايفين وهم قبل ما يجوا يناموا وحاجات كده. فالحاجه الوحيده اللي نقدر نقولها انه فعلا ده قضاء ربنا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يا رب يكتبهم شهداء، لان اعتقد الرعب واللحظات اللي عاشوها يعني ما متهيألي يعني خلصت، يعني ما اعرفش، يعني حاجه صعبه جدا جدا. ربنا يا رب يرحمهم يا رب باللي شافوه، وعشان اللي شافوه في اخر لحظاتهم. هلا وغلا فيك يا استاذ العرب من ليبيا، اهلا بيك، اخبارك ايه جديده؟ هايدي غني اغنيه لنانسي عجرم، الاغنيه بحبها قوي، لسه كنت سامعها من شويه، كنت عايزه اعملها ستوري على حاجه. لسه جايه اقول واللي جوايا سبقني قال لي انت دنيايا. خلاص لحد كده صح، صح ماري، صح. شوف ماري بتتكلم كلام صح، قالت لي هايدي هما كانوا اصلا لازم يجيبوا، كان اصلا لازم يجيبوا فرخه نظيفه. برافو عليك يا ميري. وقال لي علي فيه لا عملنا حساب. بس كنت بقى احكي لكم موقف من شويه. بس انا ما اعرفش لحد دلوقتي ازاي ما صورتهاش. ماما كانت جايبه خاص، تمام، ماما كانت جايبه خاص، اسمعوا بس. المهم ايه، بتقطع الخاص وكده بتنضفه يعني، فيعيني فجأة كأن حد جاب إبرة وشكها صوته، واتضح ان كان في زي حشرة جوه الخاص، وطلعت يعني بالإبرة بتاعتها. بس بقى ايه، مش مثلا يعني حشرة، انا كنت حشرة اول مرة في حياتي اشوفها، كبيرة شوية قد يعني اصغر من نحلة واكبر من الناموسة، ولونها اصفر، اصفر في السود، شكلها مرعب يعني. انا ما اعرفش طبعا حشرات، بس انا يعني اول مرة اشوفها في حياتي. فطبعا انا عملت ايه، كام ده في سركم. فانا عن نفسي بتوتر جدا، وماما بتتوتر يعني اضعافي بقى، تمام. ماما قالت لي ايه دي، ايه ده، انا حاجه شوكتني، انا حاجه يعني. ماما بقى يعني توقعت ان دي ممكن تكون لدغه من حاجه او حشره وحشه يعني. فطبعا انا جاي حاله رعب، ف قتلتها طبعا اول حاجه الحشره، وبعد كده حطيتها زي في علبه كده، تمام، علبه، واحتفظت بالحشره، وقعدت بقى ادور بالفلاش عليها واشوفها من جميع النواحي والحاجات دي كلها، عشان ادخل اشوفها ايه على جوجل. فالمهم دخلت على جوجل، كتبت ايه، قعدت ادور عليها، مش يعني مش لاقيها خاص حشرات، لحد ما ايه، ما كتبت يعني الحشرات السامة او الحشرات الخطر، فهي طلعت لي اول واحدة. يا جماعة سمعتوا لحد فين؟ سمعتوا لحد فين؟ سمعت لحد فين في القصة؟ سمعت لحد فين في القصة؟ أهلا يا منمن، أوكي. المهم دخلت على جوجل، اوكي. المهم دخلت على جوجل، طلعت اول واحده في الحشرات السامه او الخطر. والله العظيم يا جماعه، اقسم بالله انا فعلا رجلي ثابت. وبعدين بقى انا وماما لوحدنا، فانا حاسه ان انا يعني المسؤوليه عليا اعمل اي حاجه، ولازم اعمل كل حاجه. فقلت لها ماما بصي، انا من رايي يعني ان احنا ننزل نروح مستشفى الحميات طوارئ، نشوف. ما هو يعني لما حد بيعضه كلب او حد بيعضه قطه بيروح الحميات، فيلا بينا ايه نروح. المهم ايه، قمت حاطه الحشره جوه العلبه ومسكتها،
كأني بالظبط قفشة مجرم يعني، عارفين اللي هو ادي سلاح الجريمة، وادي القاتل، وادي الفم، وادي القتيل. المهم ايه، وانجشت ماما. ماما بقى طبعا ايه، انا مش عايزة اخوفها لان انا خايفة جدا، وهي طلعت لي اول حاجة حشرة كده. المهم خدتها ونزلنا، وانا بقى ايه بالظبط داخلة كده، انا انجشاها وماسكة امي كده وماسكة القاتل، فاهمين، وداخلة على الدكتور. المهم لقيتهم واقفين كلهم بره، اتنين دكاترة وممرضات وبتاع. فماما قالت لهم في حشرة قرصتني ومش عارفة ايه. فهو الدكتور كده قام باصص لي، قام باصص لماما. المهم ايه، فقال لها طيب ودي ايه؟ لا اصل انا ماسكاها بمناديل بقى كتير وبعدها عني قوي وماسكاها من على بعض كده. فقال لي ده ايه؟ قلت له دي ده الحشرة يعني. فطبعا كلهم وقعوا من الضحك، اللي هو انا يعني ازاي جايباها لحد عندهم وماسكاها وقفشاها كده. وده قعدوا ماما الاول وبتاع، والممرضه شافت الحشره، ممرضه يعني واضح ان هي ايه يعني من الارياف او حاجه. فطبعا يعني فبصت لي كده قالت لي يا استاذه ده دبور بتاع نحل، ده عندنا منه عامل عشش على الشبابيك بيصبح كل يوم علينا. طبعا انا بجد يعني خلاص متنا من الضحك انا وماما. وبقى والقصه بقى كله ان هم عاملين حوار، الموضوع قلب فيلم هندي، ان احنا ازاي ماسكين الحشره وداخلين بيها كده وماسكين الجريمه، وعمالين بيقولوا لا كنت المفروض تطلعي على القسم الاول تعملي فيها محضر وما ينفعش، وانت كده قتلتيها فانت مش عارفه ايه. جماعه اقسم بالله هستيريا ضحك لمده ربع ساعه، انا دموع انا وماما ضحك بس. بس الحمد لله الحمد لله ما طلعتش حشرة سامة، وماما الحمد لله روحت بالسلامة والورم راح. ايوه اخ لا 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 لا، كان موقف. بس انا بحس انه يعني هو ده الصح يعني، الاستهتار وحش وبرضه الافوره وحشه، بس الاستهتار وحش، فان الواحد ليه ما يحذرش ويبقى مخلي باله، صح؟ طيب جالي سؤال من هندي بيقول لي انتي بتظني انه النجاح له عمر معين؟ يعني ممكن حدا بعمر 25 يقدر يبدأ من جديد وينجح؟ هندي يعني 25 ده ممكن اصلا ما يكونش لسه بدأ، انت بتهزر ولا ايه؟ اولا بجد والله النجاح فعلا فعلا ملوش عمر. احنا عندنا امثله كتير جدا من الفنانين ممثلين ومطربين كبار النهارده، هم كبار اتشهروا على كبر يعني، بتتكلم في 40 وال50. من الامثله الفظيعه للقصه دي الممثل الجميل بيومي فؤاد، يعني هو فعلا ما شاء الله اتشهر وهو احنا عارفينه هو كبير، بس هو بيسعى من هو اصغر بكتير جدا من العمر عن دلوقتي، وما كانش مشهور الشهرة بتاعت النهاردة. ممثلين بقى كتير جدا كده. انا ازاي؟ اه والله عندك حق يا رنين، انا بجد بخاف قوي من الحشرات يعني، انا ما اعرفش، بحس انه حشرات خصوصا لو مش عارفاها. وبعدين بجد شوفوا الحظ، انا لو وريتكم بجد صورة السيرش على جوجل انا اتخضيت. انا مجرد ما كتبت اول حاجة حشرات سامة او حشرات الخطر طلعت لي اول واحدة ولونها اصفر في اسود ونسخة شكلها كان مرعب. فكنت متأكدة انه خلاص انا في حاجة دلوقتي كارثة هتحصل وانا اللي لازم هلم الموقف، فاهمين؟ لا انا ما مسحتش اغنية تامر حسني طبعا. كفاياك اعذار والاخر مرة بقولها لك، كفاياك اعذار مش دايما هنسى هصفالك الوضع ده. لا ابن علي بيقول العالم والناس في حال وانتي وانتو في حال تاني، ربنا يعيننا على حالنا. انا مش فاهمة حاجة من الجملة، بس هي شكلها جملة عميقة وشكلها كده مش عاجباني.
لا يوسف ما تحورش وما تحورش، بقول لكم. طب انا احكي لكم حاجه تانية. ما كنت بصور بغني له اغنيتي الاخيره، انا عايزه اقول لكم انه في كذا سين في الاخر في التصوير انا ما عملتوش. انا كنا بنصور في فيلا، الفيلا دي كانت على على زي كده اسمه ايه، مش جبل، هضبة مثلا، هضبة صغيرة كده هي، وقدامها بحر، تمام، وهي الوحيدة اللي على البحر يعني، ما فيش غيرها، وفي بقى زرع كتير وشجر وحاجات، فكان المنظر طبعا خيال، اكيد انتوا شفتوا الفيلا في الفيديو كلاب. المهم ان كله كان ماشي حلو جدا لحد ما بعد الغروب، او بعد تقريبا كده الساعة مثلا 8 9. طبعا احنا فاتحين الشبابيك عشان في اضاءات وفي ناس، والاضاءات طبعا كلها جوه الفيلا بالليل عندنا، فلكوا ان تتخيلوا بقى كم الحشرات. مش ناموس عادي يعني، الناموس اللي انا شفته ده انا عمري في حياتي ما شفته. هو كانت الناموسة عملاقة مثلا قد نص الصباع كده، وفعلا كانت مرعبة. انا قلت دي لو قرصتني انا اكيد خلاص يعني، لازم انا مش موجود. مرعبة. انا قلت، كان ساعتها بقى هادي حداد مخرج الجميل، قلت له انا خلاص انا خلصت تصوير. قال لي يعني خلصنا تصوير؟ لا لسه في كذا سين قلت له انا مش هصور، مش هصور، انا بصور يعني هغني ازاي برومانسية وانا مرعوبة؟ مستحيل، خلاص. وفي حاجات فعلا اتقصت وخدناها من حاجات تانية، والحمد لله ان كان في يوم تاني اصلا. بس انا مع الحشرات بترعب. اخر كتاب قريته لسه فيه، لان هو كبير شوية، بس بقالي كده فترة. هقول لكم ثواني عشان مش عارفة ليه الكومنتس ما بتجيش. ده ناموس زرع برضو، زرع. هو انا ايه حكايتي مع الزرع؟ الزرع ده طلع وحش قوي. لا خلاص. اخر كتاب قريته ناموس متربي على الزعتر بالظبط. كتاب، بص هحكي لكم حاجه غريبه شويه. انا يعني من وانا صغيره كلنا بنقرا قصص الانبياء عادي، بس انا بقى هف عليا كده الموضوع بقالي حوالي 3 اسابيع او شهر، لان انا نفسي اقرا التفاصيل. يعني انا اكتشفت انه مثلا في انبياء ورسل معرفش قصصهم كويس، وفي حاجات انا مش فاهماها كويس. يعني دايما بسمع بس عن القصص اللي موجودة عندنا في القرآن، ومعرفش بقى تفاصيل عن الانبياء التانيين اللي هم في النص، وولاد الانبياء وولاد الرسل. فكان نفسي اعرف التفاصيل، فروحت قعدت اعمل سيرش كده، لقيت انه في يعني اكتر 2 كويسين، اللي هو ابن كثير وواحد تاني اسمه احمد بهجت. طبعا ابن كثير يعني متعمق بزيادة، ولغة عربية قوي، والموضوع يعني جامد شوية. أحمد بهجت برضو لغة عربية، وطبعا كلها مصادر موثوقة 100% وكلام زي الفل. فجبت بقى أحمد بهجت، ودلوقتي أنا في قصة سيدنا يوسف. بس انتوا مش فاهمين بجد الحمد لله مدى السعادة اللي أنا فيها، إن أنا في تفاصيل كتير جدا جدا كانت واقعة مني، وتفاصيل ما كنتش بعرف اربطها ببعض. وحتى خلت دلوقتي بقت مثلا لما مثلا يعني سيب بقى مثلا بقرأ سورة في القرآن مثلا عن مثلا سيدنا يوسف، لما بقراها بالعامية الأول ببقى وانا بقى بقرا القرآن بقيت فاهمة ربط الأمور ببعض، وده اتقال ليه هنا، وده يعني كان بالظبط ايه القصد بتاعه من الجملة دي. فمبسوطة جدا جدا. فاللي فعلا حاسس ان هو مش متعمق قوي هتستمتع لو قريت قصص الانبياء من مؤلف احمد بهجت، وطبعا هو كله مصادر موثوقة، وفي حاجات شوية اسرائيليات، بس هو يعني قاصص منها يعني، يعني هو راجع اكتر للقرآن الكريم، ومش متعمق قوي في الاسرائيليات، لان طبعا احنا مش عندنا يعني الا مصادر من الاسرائيليات، لان هم اقدم حاجة. يعني هقول لكم صورته. ميرسي يا ريم. اكتر مادة كنت شاطرة فيها التاريخ،
والانجليش وعلم النفس والفلسفه، الحاجات دي انا كنت بحب قوي، الحاجات اللي هي فيها قرايه وفيها حفظ. انا بقى الماس والفيزياء والكيمياء يا ربي انا كنت فاشله فيهم قوي يعني، بمجرد بس ما اما افتكرتهم اعصابي يعني خصوصا الرياضيات ما جتش فيها، ما جتش. بحب قوي بجد الانجليش والعربي والتاريخ، الجغرافيا ما كنتش بحبها قوي، ما كنتش بفهم يعني ايه خط طول وخط عرض، وانا مش فاهمه حاجه. ادوني ثواني كده معلش، ثانية يا هند، ازيك يا هند يا جماعة. يعني عايزة اقول لكم بس ان معايا في اللايف دلوقتي هند سروجي. هند مامتها كانت المس بتاعتي للانجليش، وقد ايه انا كنت بموت فيها، ومن بجد من الناس اللي حببتني اصلا اصلا في اللغة اساسا. سيبك من الدراسة وغني فات الميعاد. حاضر. إسرائيليات مش إسرائيليات، لا اسمها إسرائيليات، مصادر إسرائيليات. إيه إسرائيليات دي ليه؟ إيه مش فاهمة. لو بس لي أنا هعمل إيه؟ حاضر. صور الكتاب مش عارفة انا ينفع ادخل صورة، ما ممكن ادخل صورة، ثواني. ثواني بقى، هو ده انا جبته على جوجل. فات الميعاد. حاضر. ده الكتاب اللي انتوا طلبتوا تشوفوه. بحاول بقى دلوقتي امسح. ستوب شيرينج. اوكي. انا يا هايدي بنت واسمي هند، حكيت لك عن النجاح في الدراسة مش الفن. انا حابة افوت على الجامعة بتخصص جديد وبحسه انه كتير تأخر عليا الوقت وكبرت. مفيش حاجه اسمها كبرتي خالص يا هند. بصي بصراحه انا مش اكتر واحده هعرف افيدك في القصه دي، بس العكس. انا بحس انه يعني انا مثلا لو مكانك وحابه ان انا ادرس حاجه عشان اثقف نفسي مثلا، فانا هلجأ اكتر لكورسات بره، لقرايه، ان انا اثقف نفسي فيها هي يعني كحاجة بحبها. لكن لو عايزة مثلا تشتغلي بيها او عايزاها بقى تبقى هي الكارير بتاعك ولازم دراسة، فمفيش حاجة اسمها كبيرة خالص خالص خالص. فات الميعاد. حاضر. ميرسي نرمين، انت جميلة. وازاي وصلتي النضج ده وشخصيتك اختلفت كتير عن ايام الاكاديمي؟ طب ايه اللي اختلف عن ايام الاكاديمي يعني؟ لا انا عايزه اعرف، انا بحب اسمع الكلام ده بجد. طيب دلوقتي انا قلتولي على في يوم وليله، وقلتولي على فات الميعاد. انا نخرج يا هايدي والدنيا برد قوي عندكم والله. لا وانا الحقيقه حاسه ان انا اتدفيت قوي، بس خلاص بقى يعني حاسه ان انا
السيجنتشر النهارده بتاع اللايف الكابيشو ده. اه يا رنين، ميرسي يا رنين، صرتي مثقفة أكتر، تتقبلي النقد. أقولك يعني بجد على حاجة، أنا لقيت إن هي مهمة قوي، إن البني آدم مينفعش يبقى يعني مقفول، يبقى دماغه مقفلة طول الوقت. لازم فعلا نتقبل كل حاجة حوالينا، ونتقبل الشخصيات اللي حوالينا، والتغييرات اللي بتحصل حوالينا. آمين. أهل السعودية يحبونك. طيب، في دلوقتي 3 ريكوست، في يوم وليلة وفات الميعاد ومقسومة نصين، ابتدي بإيه؟ مين اكتر مطربة مفضلة؟ اول ما قلتولي كده جه في دماغي اسماء المنور، انا بحبها قوي. برافو عليكي يا رنوش، برافو عليكي يا رنوش، صح. قالت حاجة بس، اللي كان بيقول انه اسرائيات مش اسرائيليات، لا هي كانت اسرائيليات. اسرائيليات دي بتكون مصادر بس مش موثوقة، زي ما رنوش قالت بيكون في حاجات كتير مغلوطة. واحسن حاجة طبعا ان احنا بنحاول نرجع للقرآن، لان هو المرجع الرئيسي والاساسي. لانه يعني للاسف قصص الانبياء زي ما يعني قلت لكم من شوية، مفيش مصادر كتير موجودة، فبيضطروا يرجعوا للحاجات القصص اللي اتقالت من بني إسرائيل. بس على قد ما بنقدر، على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا كمان نسمع القصص من يعني ناس مسلمين، او مثلا ناس مش منحازة للإسرائيليات، عشان ما نسمعش حاجات مش موثوق منها المصادر. فبس ميرسي يا نرمين، والله بجد كلام حلو قوي. تقول لي بقيت حساكي ناضجه جدا، وحاسه عندك خبره اكتر في الحياه، انت مريحه كده كده في كل احوالك. مقسومه نصين، ماشي، مقسومه نصين، فات الميعاد. لا ما اعرفش، ما اعرفش اصلا الكافيار، اللي يعرف يرد يعني يرد، هو كافيار حلو ولا مضر للشعر؟ انا مش هدخل في النقاش ده بصراحة. اكيد يا احمد، عشان بس عشان الكلام ده بجد بيستفزني يا احمد. اكيد مفيش بلد اسمها اسرائيل، اكيد عارفين انه فلسطين، بس احنا بنتكلم على بني اسرائيل، بني اسرائيل. مرسي يا ريم. لا دبور، لا بجد يعني انا لحد دلوقتي مش مصدقه اللي حصل النهارده. يلا اوكي، خلاص اغني فات الميعاد. تعتب عليا ليه انا بايديا ايه، انا بايديا ايه، فات عايزينها بقى كاملة نعملها في حفلة إن شاء الله. انتي جميلة وشخصيتك روعة وصوتك فوق الوصف، بس ناقصك تجيني السعودية وتسوين حفلات. والله العظيم يا فوفة ان انتي بتتكلمي كلام زي الفل، انا فعلا ناقصني اجي على السعودية واعمل حفلات. ونفسي بجد، نفسي ان انا اعمل ان شاء الله، يعني ان شاء الله تور في كل محافظات مصر بإذن الله. نفسي قوي. انا وانا صغيره كنت عملت التور دي في قصر الثقافه، كنا بنروح تقريبا كل شهر في محافظه، لفيت مصر كلها. يعني دي كانت من احلى الحاجات واحلى الذكريات اللي لحد النهارده معايا. رحت العريش، رحت السويس، رحت كل مدن القناه، بقى كل الاماكن اللي كانت بعيده اللي النهارده اصلا ما رحتهاش. ماشي يا رحاب. صوتك روعة، ميرسي، صوت جميل بصراحة. ميرسي يا نورهان، تحية من الجزائر. حاضر.
رحت الويلي يا سيبلي يعني بقالك كل ده. طب خلاص هغني اغنيه تانية عشان ما تزعلش، هروح هغني اغنيه تانية. ام كلثوم برضو. ماشي. طريق الكباش. خلاص هغني بقى اغنيه كنت اسمع الصبح، اغنيه بتاعت وردة. قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني، قال ايه قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني، معقولة كون بحبك أكتر من نفسي؟ ليه 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 تيرا لا 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 لا، حقيقي حيروني في الرد وغلبوني، حقيقي حيروني في الرد وغلبوني، عندي الأسباب كتيرة وهقول إيه، إيه هو ولا إيه، إيه ولا إيه. طب بجد والله بجد لو عايزيني أعمل حفلة إن شاء الله قريب، عايزين نعملها فين؟ حسن الدبور قرصني ولا إيه؟ أنا مدني بتقرصني أوي. عايزين نعمل حفلة، عايزين نعملها فين؟ اسكندرية ولا القاهرة؟ حقيقة حاطة حتة تلجاية جنبي بقالي شوية. متابعاكي من 7 سنين، متابعاكي من 7 سنين، وحرفيا من اول يوم في الاكاديمي لحد النهارده مفيش حاجه ليكي اللي بسمعها وبشوفها وبشوفها، بقيت بحس ان انت اختي. ميرسي يا نرمين قوي على الكلام ده، والله العظيم انا الكلام ده بجد لا تتخيلي بيفرحني ازاي، وبحس قد ايه ان انا يعني مسنوده كده، وحاسه باحساس حلو ان الانسان لما بيكون فعلا واصل للناس بالشكل ده، بحس انه ربنا بيبقى بيحبه قوي، وان الموهبه اللي عنده دي يعني مش هدر ولا حاجة عادية. ميرسي ميرسي يا رنوش. رنين بتقول لي هايدي بكل صراحة بتهمك المشاهدات والأرقام، يعني مش هقولك لأ، أكيد طبعا بتبسطني وبتهمني، وده دليل على نجاح أكيد طبعا. نار أوبرا اسكندرية. مها النبوي بتقول لي صوتك حلو مميز جدا، بس حاسه انك مظلومه في اختيارات الاغاني، لسه ملكيش اغنيه اللي تسمع مع الناس وتعلق مع الناس خالص. احترامي، كلامك محترم جدا، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقني في حاجه باذن الله توصل للناس. احنا بنسعى وبنجتهد وبنختار صح، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون يعني عاملين الحاجه اللي كمان عاملين لنا ارضاء فني مش حاجه وخلاص. فاتمنى ان شاء الله ان هي توصل للناس الحاجات الجايه اكتر، والقديم ممكن تلاقي حاجات قديمه فجاه بتظهر تاني وبتطلع تاني، مش غلط. ميرسي يا عزال، قولي انا متابعك من قرب ايدل، وقلت صوت رائع. شكرا شكرا شكرا، بحبك يا فنانه يا هبه يا كات. ماشي، لينا الكلام بعدين. So beautiful. ميرسي. حاضر، هعمل ترندات على تيك توك، بس قولولي اعمل ايه. انا بحس ان انا على تيك توك بجد، عارفين انتم بيبقى مثلا مامتك تجيبك تقول لك تعالى كده، هو ايه البتاع الاصفر ده، نزلهولي على الموبايل. انا بقى عامله كده، يعني اخري فعلا بنزل فيديو مثلا بغني فيه، او اخري بنزل صوره وبحط عليها حاجات، او اخري مثلا بنزل في فيديو بعمل في اي حاجه يعني كلام، ما بعرفش اعمل ترندات.
انا بظهر مجروحة، انا بظهر مجروحة، ياه ياه يا سيا صوفة تقولي انت عايزة دي تقليدية ودايما بتظهري مجروحة. بظهر مجروحة ازاي يعني؟ ما انا لما بعمل اغنية مجروحة بطلع مجروحة، بعمل اغنية رومانسية بطلع ملفلوفة وكل حاجة حلوة. هايدي ممكن سؤال، انتي وين؟ ليه؟ موني بتقولي هايدي زعلانة مني في حاجة؟ اكيد لا. هايدي ازيك وحشتينا، ميرسي، ربنا يخليك. هحط السيجنتشر بتاع اللايف كابتشو. انا حاسة ان انا قصيت شعري جماعة، يبقى شكلي حلو لو قصيت شعري. ده شكله حلو، ايه رأيكم؟ اقص شعري؟ هم 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 شكلك مغرورة يا فنانة، اكيد مغرورة. ها والله، طب والله القصة حلوة، ايه رأيكم؟ يلا اجيب المقص. تحية من المغرب لأم الدنيا. بجد كل الولاد بتحب الشعر الطويل، مش عارفه ليه. دلوقتي بقت كل البنات داخلين يقولوا لي اه قصيه، لا والبنات كمان بتقول لا. ها فكروا تاني، فكروا تاني، فكروا تاني. انتوا على فكره بقى وحشين، عشان انا كنت عايزه اقص شعري. يعني فرحانه انك مغروره. اخ يعني مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، مش عارفه اقول لك ايه. يا دودو مصير، محمد عثمان بيقول لي صوتك كان جامد بصراحه بالفرح، كنت امر اشوف الفرح ايه طويل احلى. ليه يا جماعة؟ اصبغي احمر، ماشي حاضر. بقول لكم ايه، بموت فيك من فلسطين. اه اوكي كان حلو فعلا. خلاص لا طويل كده، واعملي قصة حلوة، اعمل قصة يعني. مش عارفة انا بقالي فترة طويلة حابة القصة الطويلة كده يعني، حاسة ان هي يعني ما اعرفش، حاسة ان هي احلى من القصير. اعمل قصة طويلة، اعمل قصة قصيرة، يعني هنا في النص كده ممكن برضو أسأل أصدقائي وأقول لكم. عندي كده كذا صديق بثق في آرائهم قوي، بيقولوا لي على أي حاجة ما بعملهاش، بعمل حاجة تانية خالص. مش عارفة ايه مشكلة الولاد أو الرجالة، بلاش الولاد، دي الشعر الطويل بيحبوه قوي. اصبغوا شعرك اسود يعني، ليه يا ميري؟ يعني ابقى شعري كده واعمله اسود ليه؟ انا في مرة عملت شعري غامق، يعني مش عارفه كنت عاملاه غامق ليه، بس كنت مغمقه على لون شعري الطبيعي مثلا درجتين ثلاثه، معرفش كان غريب، كان غريب بجد. ما كنتش انا اعملي شعر كيرلي، كان عامل تغير، حاسه يكون خطير ان شاء الله. هعمل كده، ان شاء الله هعمل حاجه كمذيعه قريبه هتعجبكم قوي. بس مش عايزه يعني اعلن عنها دلوقتي لما تكمل، لان انا بصراحه اموري ما
ما بتتحكي ما بتتكملش، مش عارفة ليه. ما بجد ما اعرفش ليه، فقررت ان انا ايه لحد ما الامور كده تستقر ابقى احكيها. ماشي، انا هروح على هناك. اوكي، اجرب هناك اللايف. عارفين تقول هناك عشان ما ينفعش نقول اسم الابليكيشن تاني. ولا خلاص بقى خلينا هنا. ميرسي يا محمود. الوردة البيضاء، انا مش متجاهلة مسجاتك والله. يعني في حد عايز يخش معايا جاست او كاست، مش عارفة يعني ايه. ممكن اغني معاكي يعني، لو صوتك حلو ادخلك. قلتلكوا بقى. ماشي يا جهاد، دي فكرة حلوة جدا. انا اصلا يعني شعري مش طويل قوي، هو كده، فحاساه هيبقى حلو لو قصيته. يعني هو كده اهو، ماشي. تخيلوا بقى معايا ان هو بدل ما يبقى لحد هنا هيبقى لحد هنا. هم هم اخر كلام بقى، اقص ولا ما اقصش؟ يلا نروح على هناك، يلا نروح على هناك. طيب اقسم بالله، اقسم بالله انه ما حدش عاجبه حاجة. عارفين انتوا قصة جحا والحمار؟ نروح هناك ولا نفضل هنا؟ نختاره من غير فلتر. مش لغة الفلتر؟ القصير بيأثر يا هاي، القصير بيصغر يا هايدي. قصي، سمعتها كده قوي بصوتك يعني، عارفة حاسة ان انت ايه يعني كده، عايزة تنعنشيني كده وتصغريني في السن كده يعني فكرتيني بواحدة صاحبتي. هنا افضل. حاجة هناك محدش عارف هناك ده فين. كله وعي على عمي وخلاص. نفضل نروح هناك ونغني مقسومة نصين، شو رأيكم؟ القصير حلو كده وبتفتح الوش. ماشي، ممكن اغنية العيد الجاي. طيب عشان بس استاذ اسلام ابو العباس عندنا سبيشال ريكوست عشان عيد جوازه، هنغني له مقسومة نصين. لما تطلع معايا جاست انت والمدام ونتكلم، ايه رأيك؟ القص بيصغر وبينشط الايه. انا خلاص مش هقرا الكومنتس. اتغني هناك فين؟ يلا طلعي. طب ماشي، انا ضمنتكم موضوع الجست ده. فيو ريكويست، هو اصلا مش موجود ريكويست، يعني هو مش المفروض يجيلي في الريكويست.
احكي لنا عن ستار اكاديمي يا هايدي، والله احلى ايام، ايام الفرخه دي كانت احلى ايام. لو قصيت شعرك مش هعرفك، مش تعرفني ازاي يعني، ما هو هتعرفني عادي يعني. مقسومة نصين بجد، من ساعة ما شفت البتاع ده وانا جسمي كله بيقرصني، الدبور ده. الله، ألف ما شاء الله عليك. الطلبات كتير، ريكوستات كتير، مش هينفع كده. لو قصيتي مش هتابعك بصراحة، ده عقاب أنا مش هقدر عليه خلاص. مش هينفع أقص عشان محمد محسن هيعمل لي أنفولو. مقسومة نصين، يلا، عشان بجد طلبت مني فوق العشرين مرة. مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسم على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشر وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وضعفي وبرجع تاني، وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي، ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. ايه مداري ولا نضارتي؟ ضحكة دي ولا دمعتي؟ الأغنية دي أنا يعني سمعتها ولحد النهاردة لسه فاكراها بصوت نانسي عجرم وحنان في ستار أكاديمي. مقسومة نصين، مرسي خالص، مرسي جدا. مرسي. أني أغنية مغربية زي ايه؟ لا، طب ما في سوستة. ليه بقى احنا مسقعين نفسنا من ساعتها وقاعدين ومش عارفة اقفل السوستة؟ ايوه كده. جماعة، ممكن بجد تسألوا أسئلة جديدة، أسئلة يعني كرياتيف شوية يعني. أرجوكم بطلوا السؤال اللي هو أوله، هل بتتواصلي مع من؟ يعني هتستفيد إيه أصلا؟ يعني قولي ما وجه الاستفادة اللي هيعود عليك لما تعرف أنا بتواصل مع القلم ده ولا لأ؟ إيه وجه الاستفادة؟ مش طلعتني عشان الكومنت بقى ايه. رنوش بتقول لي انا عندي فوبيا من الحشرات، ولما بشوفهم بيحصل لي كده هرش كمان بيظهر لي. لا والنبي يا رنوش، ما تقوليش الكلام ده قدامي عشان عماله اهرش من ساعتها. طب سؤال بقى، كل واحد يقول هو يعني اللي عنده فوبيا، يعني يقول هو عنده فوبيا من ايه، او ما يعني اللي ما عندوش فوبيا يقول ايه اغرب فوبيا سمع عنها قبل كده. والله بيقول لي تفكري تسوين تجميل حاليا؟ لا، بس الله اعلم بكره في ايه، الله اعلم. الاماكن العاليه، بخاف من الصراصير. يا يسرا، مجرد ما قلتي من فران، من اسانسير، من الفار.
الخرام. لا خلاص يا جماعة خلاص، محدش يقول هو عنده فوبيا من ايه عشان مجرد ما قريت الحاجة. يعني كده حسيت كده. هاي دي هحكي لك قصة. كنت بدور على أغنية ليلة العيد بصوتك مع إسعاد يونس، لما لقيت الفيديو على اليوتيوب لقيت الصوت مش شغال على الفيديو، عملت سيرش بالصدفة امبارح على الفيسبوك لقيته. أهم حاجة إنك سمعتها في الآخر. لست متزوجة، الأماكن المغلقة. أنا بقى من اغرب الحاجات اللي انا كنت فاكره ان الفوبيا دي حاجه الانسان بتولد بيها مثلا، او يعني مثلا فاهمين قصدي، انه مش حاجه يعني فجاه بتظهر. لقيت بقى انه في ناس كتير الفوبيا بتحصل لهم فجاه، يعني هو اصلا ما عندوش مثلا فكره ان هو بيخاف من البتاعه دي، لما بيتعرض للحاجه دي هو بيخاف منها كده. احلى بلاش تجميل. حاضر انا عارفين، انا مشكلتي في التجميل حاجة واحدة، التجميل اللي هو الاوفر، يعني انه بجد بيخلي كل البنات شبه بعض، يعني كلنا نفس حجم المناخير، بنفس حجم الشفايف، بنفس دول، بنفس الشدة دي كله. انا ما عنديش مشكلة بقى في ان الانسان يعمل حاجات يعني يخلي وشه مرتاح اكتر، يخلي مثلا لو مثلا في خطوط تبتدي تظهر اقل، نبتدي مثلا احنا نحافظ على نضارة الوش عشان يبان طول الوقت ان هو كده هيلثي وجلوي، وتحس ان هو يعني وشه فيه نضارة. لكن عندي مشكلة فعلا في الكمال، في المقاسات، فاهمين قصدي؟ والله انا فخلي شفايفي كده، يعني انا حابه جدا اشكر استاذ مارك لان هو عامل فلتر، او مش هو اللي عامل الفلتر يعني، بس في فلاتر كتير حلوه بتعمل كده. واكتر والله يا رنوش، لا الموضوع صعب. علم النصيحه لكل من فشل واغلقت الابواب في وشه حتى سيطر الياس عليه. يعني هقول لك حاجه واحده، لا تقنطوا من رحمه الله. اليأس دي الحاجة الوحيدة الوحيدة اللي الشيطان بيفضل ورا البني آدم من يوم ما يتولد لحد ما يموت عشان يخليه يوصل لها. اليأس هو بقى يعني يا محمود معلش سوري، بس انا كنت عايزة يعني اقول كلمة بس ركنت في كلامي وقررت مش هرد عليك. حاضر يا سما. ميرسي يا ريم، ميرسي يا ريم، ميرسي يا هدير. طب هقول لكم على حاجة بقى غريبة شوية، أنا بحبها في وشي وأنا صغيرة ما كنتش بحبها، لما كبرت عرفت إنه هو حلو يعني، أو يعني كان في حد عنده نفس الحاجة دي، ولما اتكلم عنها بقيت بحبها انا كمان. انا عندي هنا عرقين كده، لما بتعصب قوي او لما بضحك قوي بيظهروا، حتى لو بتكلم وانا بتكلم بنرف كده قوي وانا قاعده قدامكم بيظهروا العرقين دول. انا وانا صغيره كنت بحس انه ايه ده، ليه عندي دول؟ وبعدين يعني سمعت حد بيتكلم عنهم حلوة قوي، وان هم اصلا كانوا من الحاجات المميزة جدا جدا في الصفات الشكلية يعني لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن ساعتها انتوا مش فاهمين بقيت بحبهم ازاي. محمد محسن بيقول لي مشكلتك انك مش بتتقبلي الانتقادات وبتحبي المدح بس. ومين ما بيحبش المدح بس؟ يعني تنتقدني ليه اساسا؟ وبعدين انا مش شايفه اي انتقاد بصراحه انت قلته لي في محله. انت بتقولي انت ما بترديش ليه؟ فوبيا
فوبيا من عدوى كورونا الأهل الكبار. لا ده خوف. قمر ضحكتك قمر. ميرسي يا رهف، ربنا يخليك يا رب. فايبر فايبر اوكي. بنحبك يا هايدي من موريتانيا. موريتانيا فوبيا من المجهول. اوكي، يعني يا جماعه احذرونا يا جماعه. محمد محسن قرر ان انا شخصيه مش بتقبل الانتقادات وبحب المدح بس، عشان هو سألني مرتين مرتين انتي متجوزة ولا لا. ده الانتقاد ولا ده المدح ولا ده اسمه ايه؟ عموما انا سنجل ليدي، ومش فاهمة انت ليه زعلان قوي ان انا ما يعني ما خدتش بالي من السؤال، لان هو كان سؤال ما كانش انتقاد يا محمود. الحب اللي كان، يلا الحب اللي كان. طب تقع مني. انا بجد والله العظيم بيبعت لي كلام غريب. طب انا هغني عشان احاول ما ابصش على اللي هو بعتهولي. طيب لا بجد بجد. والله يعني يا جلجل انت دخلت في الوقت المناسب، عشان كنت لسه هخش شمال في حد كده، فشكرا انك دخلت. يا اهلا والله، والله العظيم منورنا منورنا، ويعني كفاياك اعذار كفاياك اعذار. I miss you. ميرسي يا سما، ربنا يخليك يا رنوش. ميرسي هاي، انا بحبك كتير يا حبيبه والله. لا بيقول كلام غريب جدا. وبعدين بقى هو في اتنين دخلوا مع بعض في حاجه، فهو قال لي بس على فكره، يعني على فكره، يعني مش عايزه اقول هو قال لي ايه، عشان بس ايه يعني مش عايزه ادخل فيه شمال تاني. امين. فخلاص بقى عندها الحب اللي كان. اخ بحبك من ليبيا. مرسي يا يكين. طب انا عندي برضو سؤال تاني، يعني ايه الغرض ان حد يدخل في اللايف بتاعي يقول لي هاي دي هو اخبار كذا ايه او فلان ايه؟ يعني ماشي. بحبك من الجزائر. حاضر. نفسك تغني مع مين؟ والله يا جماعة قلتها كتير قوي، وبقول يعني يعني ما اعرفش، انا كل فترة كده بحب ماشي اوكي، مش غلط مش غلط. انا هروح على هناك على فكرة بقى، عشان انا خلاص زهقت من هنا، والناس اللي هناك بحسهم كده بايه، بيتواصلوا معايا بشكل غير محمود ومحمد، وهحط بلاشر كمان. انا هعمل الحاجتين دول دلوقتي. انا بحب قوي البراش دي، بحبها قوي. عشرة يعني كده، لما تكون مش حلو حلو.
ماشي، هغني لكم الحب اللي كان وامشي. خلاص زهقت، بص الفلتر بدمره دلوقتي، بخليه مش عارف يعمل ايه. ايوه بس انا اللي عايزه افهمه، يعني انا مثلا اكلمك افتح، تبقى انت فاتح لايف، هقوم قايله لك طب بقول لك ايه بقى يا مثلا يا احمد، هو اخبار محمود ايه؟ طب انا ما تروح عند محمود وتساليه انا مالي، انا مالي، خصوصا مثلا لو انت مش في نفس البلد مع محمود وعايش معاه وبتتصور معاه كل يوم وعلاقتكم قويه والناس بتشوفكم مع بعض، يعني لماذا؟ لماذا؟ خلاص انا ماشيه، انا ماشيه، انا حطيت بلاشر وقايمه ماشيه. كفاياك اعذار. طب انا بقى متهيألي محتاجه اشيل الكومنتس دلوقتي عشان اعرف اغني من غير ما اضحك. والاخر مره بقولها لك كفاياك اعذار، مش دايما هنسى وهصفالك الوضع ده، لا الجاي مش خير. انا هقول لكم على حاجه والله يا جماعه غريبه شويه، انتوا ساعات بتضطروا الناس ان هي تتعامل مع بعض في الخفاء منعا لاقاويل كتير ملهاش لازمه، ومنعا لاشاعات كتير ممكن تطلع على شخصين بسبب ان هم صحاب أو بيتعاملوا مع بعض أو بيتكلموا مع بعض، عشان في ناس بتعمل دراما، يعني عارفين ايه الدراما؟ بيعملوا دراما ملهاش لازمة عشان اتنين بيتكلموا مع بعض، يعني مش شرط عشان هو ذكر وهي أنثى فبيتكلموا مع بعض يبقى في بينهم حاجة، فاهمين قصدي؟ فانتوا يعني في ناس فعلا، بس مش عارفة يمكن يعني هي دي السوشيال ميديا أكيد، هي دي أكيد. طب انا هعمل بقى سيف لللايف ده وراح اقص شعري. باي باي. خلاص هجيلكوا هناك، ماشي؟ وانتوا اكيد فاهمين. أنا ماشية خلاص، هروح هناك. باي باي. باي باي. خلاص راح هناك. تصبح على خير. انا حاسه ان انا حاطه بلاشر كتير شويه، باي باي يا يونس. باي. واضح ان ما فيش صوت. عموما انا بصراحه قاعده على كرسي وجع لي ظهري قوي، يعني فجأة حاسة ان انا فعلا ضهري وجعني لانه مفهوش مسند. ف ايه رأيكم نعمل لايف على تيك توك رسمي، يعني اعلن عنه فين؟ اعلن عنه هنا ولا اعلن عنه هناك قبل ما اطلع عشان اكون قاعدة داخلة عليه دايركت؟ يعني شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ وبعدين عندي فكرة لطيفة قوي، بما ان انتوا حبيتوا الموضوع ده
ايه رأيكم مثلا لو اطلع مع حد نتكلم في يعني نعمل موضوع لللايف، تمام، ونتكلم عنه، سي مثلا حد حابين مثلا نتكلم عن اي حاجة، يعني نبقى عاملين زي عنوان لللايف ونتكلم عن الموضوع، ونطلع اطلع جيست نتكلم مع بعض في الموضوع اللي احنا هنبقى مقررين نتكلم فيه، مثلا والله كل أربع أو كل خميس، ماشي، يلا تكبيس يا جماعة، الله، معرفش ايه موضوع التكبيس ده، بس دي يعني حاسة ان هو كلمة بسمعها كتير. اوكي خلاص، اشوفكم على خير ان شاء الله تاني، واكيد اكيد 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 انا حابة قوي اللايف هنا بصراحة، بس انا خلاص هلأ هلأ اروح بقى انام. تصبحوا على الف الف خير، وان شاء الله زي ما قلت لكم نعمل هنا لايف على القصة اللي قلت لكم عليها دي، تبقى حلوة جدا. تصبحوا على خير، ونوي عايزين لايف تعملي معانا ميك اب زي زمان. حاضر، دي سهلة وبحبها، فسهلة. باي باي، تصبحوا على خير، يلا روحوا ناموا، روحوا ناموا. ايه رأيك اطلع لكم كده؟ الله، عينيا ارتاحت، لا انتوا شايفيني ولا انا شايفاكو، كده بقى fair enough بصراحة، كده عدل. هغني لكم حاجة في الضلمة، ايه رأيكم؟ يا دار دوري فينا، ضلي دوري فينا، يا دار دوري فينا، ضلي دوري فينا، تنسوا أساميهن وننسى أساميهن. باي باي. قولوا لي يلا باي باي، تصبح على خير، اعملوا لي قلب. مرسي يا خلود، مرسي يا خلود، باي.